كشفت مصادر إعلام إسرائيلية عن وجود خلافات ووجهات نظر مختلفة بين الأجهزة الأمنية الاستخباراتية الموساد وبين الجيش فيما يتعلق بتنفيذ خطة الضم. وحذر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي من أن تنفيذ المخطط قد يؤدي إلى اندلاع حرب ومواجهة عسكرية مع قطاع غزة. وأضاف كوخافي أن مشروع الضم سيعيد إسرائيل إلى مربع تنفيذ العمليات من قبل حركات أو فلسطينيين ضد مواطنين إسرائيليين، فيما رفض رئيس الموساد يوسي كوهن أقوال كوخافي وأشار إلى أن الأمور لن تصل إلى هذا الحد. تأتي هذه التسريبات من جلسة الكابينيت الأمني الإسرائيلي المصغر والتي عقدت بالأمس لمناقشة مخطط الضم. عبر خدمة سكايب ومن مدينة تل أبيب ينضم إلي المحلل السياسي وخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد، مرحبا بك. يعني نحن نستمع في قبل ساعة، يعني كانت هناك تسريبات لهذه الجلسة، جلسة الكابينيت والتي عقدت بالأمس، واضح أن هناك خلافات إسرائيلية داخلية فيما يتعلق بهذا التنفيذ وتحديدا بين المؤسسة العسكرية الجيش وبين جهاز الاستخبارات الموساد. يعني هذه الخلافات داخل المنظومة الأمنية الإسرائيلية ليست بالجديدة، هناك خلافات حول الوضع في قطاع غزة، حول الوضع في الضفة الغربية، حول الملف الإيراني كانت هناك خلافات بين القطاعات المختلفة في المنظومة الأمنية الإسرائيلية. ولكن فيما يتعلق بالضم، اللافت أن الجيش الإسرائيلي الذي هو يتابع عن كثب ما يدور داخل الأراضي الفلسطينية، هو الذي يتواصل مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ينقل إلى الحكومة نبض الشارع الفلسطيني، بينما الموساد الذي يعني دوره محدود جدا داخل الأراضي الفلسطينية ويقتصر دوره كما أشرتم في مقدمتكم الأولى على العلاقة مع الدول العربية، يرى من خلال عمله في الدول العربية ونشاطه في الدول العربية، وتوج هذا النشاط مساء اليوم بإعلان نتنياهو عن تعاون مشترك بين الإمارات وبين إسرائيل في محاربة أزمة كورونا، أن يرى كوهين أن الأمور لن تنفجر على الأرض، بينما الجيش الذي يعيش الميدان الفلسطيني لحظة بلحظة ينذر ويحذر من أن هذه الأمور تسير باتجاه المواجهة. نعم. علينا أن نذكر فقط في هناك سياق سياسي أدهم، أن يوسي كوهين يعتبر الأوفر حظا لخلافة بنيامين نتنياهو وأقرب مقربي بنيامين نتنياهو. وهذا يأخذنا عالي إلى السؤال الثاني، هل هذه التسريبات يعني طبعا هي ضربة لجانس الذي صرح قبل قليل أن هذه التسريبات مرفوضة وهي خطيرة، يعني علما نتحدث عن جلسة كابينيت إسرائيلي؟ نعم، ولكن يعني التسريبات ليست بالجديدة، خطورة الأمر أن هذه التسريبات تتعلق بأمر حيوي، أمر ينتظره كل مواطن إسرائيلي لا يعرف كيف سينتهي هذا الأمر. يعني نحن أقل من أسبوع على بدء تنفيذ إسرائيل لخطة الضم، وهناك سيناريوهات تفيد بانفجار وبعمليات وبردة فعل فلسطينية، والمواطن الإسرائيلي لا يعرف أي شيء عن هذه الخطة. التسريبات هي خطيرة من وجهة نظر بيني غانتس، ولكنها تعكس بالدرجة الأولى خلافات حادة، تعكس عدم وضوح في الموقف الإسرائيلي، ليس فقط داخل المستوى السياسي بين بيني غانتس وبين بنيامين نتنياهو، ولكن بين الأجهزة الأمنية. وإن نجح بنيامين نتنياهو في تسيير الموساد وفقا للنهج الذي يروق له، هذا يشير إلى أنه تم تسييس جهاز الموساد، هذا الجهاز الأمني الذي من المفترض أن يكون مهنيا، يعني يسخر تقديراته المهنية والأمنية والاستخباراتية خدمة. نعم. لخطة رئيس الموساد. السؤال نعم، السؤال علي، يعني بالطبع هناك خشية، هناك أوساط تتحدث على أن رفض السلطة الفلسطينية أموال المقاصة والمقدرة ب 100 مليار دولار، في المقابل أيضا تهديد قطر وأيضا تلويحها بقطع الإمدادات وأيضا المنحة القطرية عن قطاع غزة في ظل جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة. هل باعتقادك تقديرات الجيش الإسرائيلي وتحديدا كوخافي فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية قد يؤجج الصراع وأيضا قد يشكل أزمة حقيقية ما يؤدي إلى اشتباكات في نهاية المطاف؟ بداية أدهم دعني أصححك، الحديث لا يدور عن 100 مليار دولار، لو كان المبلغ 100 مليار دولار أموال المقاصة الفلسطينية كانت السلطة الفلسطينية سترضى ليس فقط بضم أجزاء من الضفة الغربية، ربما ستوافق على ضم الضفة رام الله إلى السيادة الإسرائيلية. الحديث يدور عن 100 مليون شيكل أو 100 مليون دولار.
نعم، ويعني أنا أقول مرة أخرى، السلطة الفلسطينية حتى الآن تلعب وكأنها يعني حتى النهاية لن ترضخ هذه المرة إلى الضغوط. الجيش الذي هو مسؤول عن تحمل المسؤوليات الأمنية في حال تنصلت السلطة من هذا الدور الأمني المنوط بها في اتفاقيات أوسلو، يعرف مدى خطورة الفراغ الذي قد تدركه السلطة الفلسطينية، لذلك هو يحذر ويقول أن فيما يعني إذا فضل الفلسطينيين عدم تلقي الأموال، بمعنى أنهم يعني يرسلون رسائل إنذار ورسائل تحذير حقيقية وليست فقط شعارات هذه المرة. ولكن من الناحية الأخرى يسمع يوسي كوهين في العواصم العربية، وأنا أميل لأن أصدقه، أنا ما أسمعه في العواصم العربية، أننا سنعمل على ترويض الجانب الفلسطيني، سنعمل على تهدئة الجانب الفلسطيني. الآن كيف سيتصرف الفلسطيني هو الذي سيحكم من صدق نعم. في تقديراته، هل يعني الجيش الإسرائيلي أم يوسي كوهين والموساد؟ نعم، المحلل السياسي وخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة.